اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نهج البلاغة. ما زلنا في عهد الإمام علي صلوات الله عليه الذي كتبه إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر، وبينت في الحلقة السابقة كيف أن الوالي يعامل الرعية، وأسلفت ذلك. في هذه الحلقة الإمام علي صلوات الله عليه كتب إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه في اختيار الوزراء قائلا: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. في هذه الكلمات إشارة إلى اختيار الوزراء في حكومتك يا مالك. أولا خلينا نشوف ما معنى الوزير. الوزير هو المؤازر للعمل، من الوزر. الوزر شنو؟ يعني الحمل الثقيل. بالتالي الوزير يكون المساعد المعاون الذي يحمل على عاتقه الحمل الكبير في الحكومة. الإمام صلوات الله عليه يبين لعامله مالك الأشتر رضوان الله عليه قائلا: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. لماذا؟ لأنه منحرف النفس، سيء السمعة، لأنه كان يعمل مع الظالمين. وأيضا الإمام صلوات الله عليه سيبين ذلك، يقول: لا تختار وزيرا كان قبل حكومتك يعمل مع الأشرار، لأنه سيء السمعة، منحرف النفس. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. يعني لا تبنى دولة على أنقاض دولة يا مالك. دولتك خلي تكون جديدة، لا تبنيها على أنقاض دولة ظالمة كانت قبلك. ومن شركهم في الآثام، أي الظالمين الحاكمين، فلا يكونن لك بطانة. اللي شاركوا الظالمين لا تتخذهم إليك خاصة وبطانة لك، حاشية لك. ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، أي هؤلاء الذين كانوا يشركون الظالمين قبلك بالإثم، هذولا لا تتخذهم إلك بطانة وخاصة. بعد وإخوان الظلمة، الظالم
يكون أخوه للظالم، الآثم يكون أخوه للآثم. بالتالي هؤلاء، شوف أرجع وياي إلى الناس، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة خاصة وحاشية، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف. البلاد لا تخلو من المعتدلين والحكماء. ليش؟ على شنو واحد يتشلب بهؤلاء اللي كانوا يشتغلون ويا الظالمين ويعاونون الآثمين؟ البلاد لا تخلو من المعتدلين ومن الحكماء، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، مثل آرائهم الصائبة ونفاذهم، يعني ونفاذهم في كيفية الأمور والعمل، مثل آرائهم الصائبة ونفاذهم في ترتيب العمل ونفوذهم في ترتيب الأمور وكيفية الأمور. ممن لم يعاون ظالما على ظلمه، جيب لك وزير ما عاون الظالم اللي قبلك على ظلمه، ولا آثما على إثمه. هنا الإثم وإن كان ما بي ظلم للآخرين، روم هذا الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك أيضا، جيب لك واحد من الوزراء الجدد كون ممعاون الآثمين على الإثم، كشرب الخمر أجلكم الله وغيرها من الآثام. أولئك أي الوزراء الجدد اللي اختاريتهم أخف عليك مؤونة، هذولا لم يعتادوا على أخذ الأموال وعلى الاستبداد بالأموال، لا، يكونون خفيفين المؤونة عليك، وأحسن لك معونة، هذولا يعاونوك، لم يترهلوا في حكمهم، لم يسبق لهم حكم فيترهلوا في عملهم. ارجع وياي إلى النص، أولئك أي الوزراء الجدد أخفوا عليك مؤونة وأحسنوا لك معونة، بعد وأحنى عليك عطفا، يعني أكثر حنوا وميلا عليك، وأقل لغيرك إلفا، فإنهم لم يألفوا الناس لأنهم ما مشتغلين سابقا، بعدهم جدد فيكونون قليلين الإلفة لغيرك لبقية الناس، بل يحبوك أنت ويعطفوا عليك أنت. لماذا؟ لأنهم يرون بأنك أنت ولي نعمتهم. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، هؤلاء الوزراء الجدود وهاي مواصفاتهم، اتخذهم خاصة، بطانة، حاشية، تتبادل معهم الرأي في المكان اللي تختلي به للمشورة، جيبهم شاورهم. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك، أي شاورهم في الأمور في الخلوة لبناء الدولة، لبناء المجتمع، كيفية العمل. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، أنت عندك أعياد تريد تطلع بيها مثلا للناس، عندك مناسبات، لما الناس تشوف واحد منحرف النفس سيء السمعة كان يعمل مع الظالمين قبلك، تنفر الناس منك ومن الحكومة، بينما لا، إذا شاف واحد ابن عائلة محترم أمين لم يعاون الظالمين على ظلمهم ولا الآثمين على إثمهم، يرتاحون إليك كوالي ويرتاحون لحكومتك. الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك بأبي وأمي، يقول له فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك
وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك. فاصل قصير وللحديث تتم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. الإمام صلوات الله عليه بعد ما بيّن المالك الأشتر رضوان الله عليه اختيار الوزراء الجدد في الحكومة، يقول له بأبي وأمي ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك. هذه العبارة كلش مهمة، وكل نهج البلاغة مهم. الإمام يقول له مثلا أنت اختاريت 10 من الوزراء وصفاتهم ذكرناها قبل قليل، من بين هؤلاء 10 قرب لك 1 أو 2 أو 3 أو 5 من هؤلاء، قرب الذين ينزلون على قلبك مر الحق. شوف العبارة، ثم ليكن آثرهم عندك، الأثر يعني الاستبداد، منو أقولهم بمر الحق لك؟ لمن تقرب؟ الذين يصارحوك لما تخطأ، الذين ينبهوك لما تخطأ، مو يلمعوك، مو يفرحوك، مو بس يثنون عليك، لا. الإمام يقول للمالك أقولهم بمر الحق لك. وأتى الإمام علي صلوات الله عليه بلفظة المر، باعتبار أن الحق مر لما ينزل على قلب الإنسان. أيضا عندنا موجود في نهج البلاغة في قصار الحكم، إن الحق ثقيل مريء، صحيح ثقيل الحق لكن حميد العاقبة، مريء من مرء الطعام، بالتالي يكون حميد العاقبة. وإن الباطل خفيف وبيء، خفيف الباطل نعم لكن مريض العاقبة من الوباء. الإمام يقول للمالك استبد ب1 أو ب2 أو ب3 أو ب5، هذا يكون تستبد به أكثر واحد ينزل على قلبك مر الحق، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. شنو يعني؟ الإمام صلوات الله عليه يقول للمالك كون اللي تقربه من الوزراء الجدد قليل المساعدة إليك، كصرف العمر في البطالة، كصرف العمر في البطالة، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله، مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. يعني جيب لك واحد يا مالك يكون قليل المساعدة إليك، بيش في مرغوباتك مهما كنت ترغبها. ضربت لك مثل كصرف العمر في البطالة وغيرها. إذن من بين الوزراء الجدد تقرب واحد ينزل على قلبك مر الحق تستبد به، وبعد وقليل المساعدة إليك كصرف العمر في البطالة وغيرها. من بعد ذلك يقول لمالك والصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم على أن لا يطروك
ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. والصاق يعني اقترب. منين؟ من أهل الورع والصدق. أهل الورع أهل الخوف من الله، والصدق الصادقين في أعمالهم وأقوالهم، هذول تقرب من عندهم. والصق بأهل الورع والصدق ثم رضهم. شنو يعني ثم رضهم؟ يعني عودهم، روضهم من الرياضة على ألا يطروك. الإطراء شنو؟ الإطراء المبالغة بالمدح والثناء، سحولة إطراء. ثم رضهم على ألا يطروك، على ألا يمدحوك. بعد ولا يبجحوك، يعني ولا يفرحوك بباطل لم تفعله. مثلا فعله غيرك الحق، أنت في حكومة وجاء أحد من الحكومة فعل الحق، جيب لك ناس لينسبون هذا الحق إليك بباطل لم تفعله. فإن كثرة الإطراء، كثرة المدح والثناء، شو يسوي هذا كثرة الإطراء؟ شو يسوي الإمام صلوات الله عليه؟ يقول فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو. يسوي كبر، خلي الإنسان متكبر، وتدني من العزة، وأكو من يقراها وتدني من الغرة، من الاغترار بالسلطة، والذي يغتر بالسلطة يوقع روحه وحكومته في أمور غير محمودة العاقبة. نستجير بالله. وانت تشوف أكثر السلاطين والملوك والحكام واقعين في هذا الداء الكبير اللي هو داء حب الإطراء لهم، حب المدح لهم، حب الثناء عليهم. والشواهد كثيرة. إبراهيم الموصلي يمدح هارون اللارشيد العباسي قائلا: ألم تر أن الشمس كانت مريضة فلما أتى هارون أشرق نورها؟ إيش دعوة هالجد؟ تلبست الدنيا جمالا بملكه. فهارون واليها ويحيى وزيرها. إيش دعوة هالجد؟ لما هذا التملق؟ وأكو بعد أكثر من هذا. في زمن أحد المماليك مصر ضربها زلزال، والزلزال نشاط بركاني، نشاط صهاري، هم المختصين يعرفون، يكون تحت الأرض. قام شاعرهم قاعد الملك قالهم: ما زلزلت مصر من سوء أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. لما ترى هكذا أفعال، والآن موجودة قلت لك، بعض الناس ما يقولوها باللسان، يقولوها بالفعل، يعملون مع السلاطين بالتملق، بالذهاب ماء الوجه أمام ذلك السلطان للحصول على أموال، الحصول على دنيا بائسة. أنا أقول العمر هذا 60 سنة ما يسوى الإنسان بي يتملق أبدا. ليش؟ لأنه أنت أولا الذب ما يوجهك، ثانيا لح تغريل الممدوح، هذا الممدوح بعد الأرض ما تلمه، يكون شعاره أنا والطوفان من بعدي. وإذا قيل للوالي هكذا أقوال، فالسلام على العباد والبلاد. على أمل اللقاء في برنامجكم نهج البلاغة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.